يا صباح الفل عليكم واهلا وسهلا وحلقه جديده من مطبخ الحياه. النهارده حلقه هتبقى متميزه علشان هنعمل فيها وصفه حلوه، بس هنتكلم فيها عن حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي ازاي نحافظ على الاكل اللي بنشتريه وما نهدرش فيه، ازاي نخزنه صح، ازاي ما نخليش الحاجات تبوظ عندنا في البيت، ازاي ناخد بالنا من كل حاجه صغيره وكبيره في بيتنا، علشان كل واحده هي طبعا وزيره الماليه بتاعت بيتها، علشان كل ست تحس ان هي عملت اللي عليها، علشان ادي ولادي حقهم وادي نفسي حقها وادي بلدي حقها كمان. الوصفه بتاعت النهارده سهله وحلوه وممكن تتعمل بكذا حشوه. انا النهارده اخترت ان انا احشيها بالكبد والقوانص، هعمل رغيف كبد وقوانص او فطيره كبد وقوانص زي ما انتوا عايزين نسميها. العجينه بتاعتي كوبايتين دقيق، معلقه خميره، زيت زيتون حوالي معلقتين، وما في زيت زيتون ممكن تستعملي الزيت العادي، رشه ملح، معلقه صغيره سكر، سمسم وحبه البركه ده للوش. الحشوه بتاعتي هستعمل كبد وقوانص او قوانص وقلوب، اللي عندك موجود، بصلتين، ثوم، فلفل حراق، حبات فلفل رومي كبيره، معلقه نشا، نص كوبايه لبن، بهارات وبابريكا. اول حاجه ما عنديش كبد وقوانص، ممكن استعمل قلب العجل، اقطعه مكعبات واعمله بالطريقه دي. لحمه مفرومه هتنفع معايا، اي حاجه عندك، فراخ، اي حاجه هتنفع بالطريقه دي. خلاص، هاجي اول حاجه احط الطاسه بتاعتي وهحط شويه زيت بسخنه. ليه بنسخن الزيت قبل ما نحط الاكل؟ ما احنا ممكن احط القوانص كده عادي والزيت بارد. لما الزيت بيسخن بيخلي القوانص او اللحمه او الحاجه اللي انا بحطها تقفل المسام بتاعتها بسرعه، فما تنزلش ميه، اشوحها بسهوله، ما تاخدش ميه، ما تنزلش ميه، ما تاخدش زيت كتير. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هحط، بصوا لازم انا سخنته ما خليتوش درجه حرارته تعلى، عشان انا مستعمله زيت زيتون. زيت الزيتون اتفقنا ان انا يسخن بس شويه، ما سخنوش جدا عشان ممكن يتحرق معايا، علشان كده زيت الزيتون ما بنخلوش يعلى درجه حرارته، انه هتلاقوه بيدخن بسرعه. انا حطيت القلب والقوانص، زيت الزيتون من افيد الزيوت اللي ممكن نستعملها، وممتاز للقلب، ممتاز للكوليسترول. هنجيب بقى مع القناصة القوانص والقلب الأول، عشان بياخدوا وقت أكتر من الكبد. الكبد لو قعدت الوقت ده كله ممكن تتهري معايا، فأنا عايزة أشوحهم الأول لغاية ما لونهم يتغير، بعد كده أبتدي أنزل عليهم بالبصل. على فكرة الكبد والقوانص أنت ممكن تجيبيها وتنضفيها وتحطيها في الفريزر، ممكن لو انت بتشتري فرخه وجايب معاها الكبده والقناصه بتاعتها، ممكن تعملي فطيره صغيره بيهم، تقطعيهم صغير خضار كتير وتعملي فطيره بيهم، يعني مش لازم كتير، مش بالكتره، المهم يبقى طعمها حلو في الاخر. انا بكتر بصل برضو، علشان البصل بيدوب معاهم بيدي طعم حلو. ادي القوانص، هنزل بالبصل وهقلب البصل، مش هستنى البصل يصفر، هحط معاه عشان كله يطرى مع بعضه، هحط معاه الفلفل والثوم بس اهو، ياخد هو تقليبه لوحده الاول. البصل خشن ما تبشريهوش، افرميه خشن على ايدك برضو عشان ما ينزلش ميه. الفلفل الرومي، القوانص ممكن تتشال في الفريزر لغايه 4 أشهر، لكن الكبده شهرين، ما تقعدش في الفريزر اكتر من شهرين. القوانص احطها 4 أشهر في الفريزر، لكن الكبده شهرين، مش اكتر من شهرين.
نعرف منين ان هي باظت؟ لما بنزلها من الفريزر او من التلاجة او اي تغير في لونها او في ملمسها باظت. طبعا الريحة دي اساسي، بس الريحة تبقى وصلت لدرجة جامدة، الملمس واللون بيبتدي، يعني ما بتبتديش الريحة الاول، الريحة دي الدرجة التانية. اول حاجة بيبتدي اللون بيتغير بسيط، حتى لو في حتت، يعني مش لازم كلها، حتت منها اجزاء منها تلاقي لونها غير، او ملمسها ما تبقاش ناعمة، تبقى مكرمشة، تبقى محببة، القشرة بتاعتها مختلفة، ده كله معناه انها باظت. في حاجات ما ينفعش ان انا ما فيهاش تهريج، يعني ما ينفعش ان انا اغامر بيها، علشان كده نخزن الحاجة صح علشان تعيش معانا، بدل ما الحاجة تبوظ ويرميها يستعملها وهي بايظة، على ايه بقى من اولها اخد بالي واخزنها صح. اهي هحط دلوقتي التوم، لو خشن شويه يبقى افضل. لو بصوا الفلفل مكعبات، الفلفل الرومي عشان يبقى باين فيها، بقلبهم كده وحاجي عايزه بقى ابهرها، هحط فلفل اسود، بحطه كتير، هحط البهارات، هحط البابريكا. عايزه تحطي جنزبيل اوكي، عايزه تحطي كمون اوكي، يعني البهارات اللي انت تحبيها، بس انا شايفه بالنسبه لي انا ان التيست بتاع البهارات المشكله والبابريكا كافي، طبعا مع الفلفل الاسود كافي في الوصفه دي. طبعا هي لسه كده القوانص ما استوتش، القوانص لازم تستوي كويس، فانا هعمل ايه؟ اهو كده شوحتهم، انا ما حطيتش لسه الملح، هحطه وانا بحط الكبده بعد كده. هحط شويه ميه، بسم الله، يا دوبك تغطيهم وهخليها تستوي فيها، لان هي بتاخد سوى اكتر من سوى الكبده. خلاص وانس انها غليت هوطي عليها واخليها ايه تستوي. فين الغطا؟ طبعا ان احنا نغطي الحاجه ده بيخليها تغلي اسرع، خلاص يعني الحاجه علشان بكتم الحراره جواها فبتغلي اسرع. وحاجي ابتدي في العجينه. قبل ما ابتدي في العجينه احنا انا قلنا هنخزن الحاجات صح، بما ان احنا قلنا الكبد والقوانص، انا عايزه اقول لكم حاجه على تخزين اللحوم والفراخ والكلام ده. كل ما حجم اللحم او الفراخ كبر، كل ما استحملت التفريز اكتر، بمعنى قطعه اللحم على بعضها في العيد جالي فخده، حته كبيره تستحمل لغايه 6 اشهر، لكن لو بفتيك مثلا، لو قطعه صغيره، لو شاورما هتبقى، يعني لو قطع ممكن ماكسيمم 4 اشهر، البفتيك والشاورما 3، اللحمه المفرومه شهرين، ما تكتريش عن كده، اللحمه المفرومه عامله زي كبده الفراخ وزي الكبده. كل ما والفراخ نفس الكلام، كل ما القطعيه كبرت كل ما استحملت تفريز اكتر. طب في الفريزر، خلينا بقى في الفريزر، بيحفظ الحاجه، لكن في حاجه انتوا عارفين اسمها حرق فريزر. يعني ايه حرق الفريزر ده؟ يعني انا ما غلفتش الحاجه كويس، فبالتالي عملت كريستالات كده عليها. ساعات انتوا بتطلعوا الحاجه من الفريزر تلاقيها عليها زي كريستالات التلج كده، مع ان هي مقفوله، ده معناها ان يا اما الكيس مهوي، يا اما داخل لها هوا كتير قبل ما احطها في الفريزر، فالافضل ان احنا نفرغ الهوا. انا بقى هوريكم عملي، خلينا الاسبوع الجاي ان شاء الله اوريكم عملي ان ازاي اطلع الهوا من الكيس، خلاص هعملها معاكم ونشوف ازاي نطلع الهوا علشان نحفظ الحاجه اكتر. كمان يبقى احنا قلنا حرق الفريزر. انا دلوقتي لو انا عايزه اخزن الفريزر بتاعي، عايزه احط فيه حاجات كتير، لازم انضف الاول الفريزر، لازم يترتب كويس، لان الحاجات لو هي متحطه محطوطه
مكببه كده جوه الفريزر هتاخد مكان كتير، لان جواها بيبقى فيه فراغات على الفريزر كله، هلاقي عندي هدر كتير مثلا 20% من حجم الفريزر بتاعي مش هستعمله. فعلشان كده لازم ابطط الحاجه كويس، منها مكانها في الفريزر هيبقى كويس، منها ان انا هعرف اقطع منها لو انا مش عايزاها كبيره، يعني لو عايزه مش اللحمه المفرومه كلها هروح اسماها، لو هي متبططه مثلا قبل قد الكارت ده ومحطوطه اكياس كده فوق بعضها متبططين هقدر اقطم منها او اكسر منها. يعني البصل نفس الكلام، الخضار مش مستحب ابدا خصوصا لو انتوا اللي مفرزينه انه يقعد برده كتير في الفريزر، الا لو الخضار ناشف. يعني لو انا هخزن بسله اجيبها جامده، الجزر نفس الكلام يبقى ناشف عشان يستحمل معايا انه يقعد كتير في الفريزر. هي كده اهو، بصوا هنوطي عليها بقى عشان تكمل سواها اهي، وهطلع بقى فاصل ونرجع بقى بعد الفاصل. خلاص هنوطي عليها عشان تستوي القناصه، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، لسه بنعمل الفطيرة بتاعت الكبد والقوانص. خليني أبص على القوانص، بصوا بنقلبها التقليبة، اللي شايفين السايل قد إيه، لسه أنا هحط فيه الكبدة. خلاص خلينا لسه إحنا بنسوي القناصة الأول، هاجي بقى أعمل العجينة بتاعتي. وبس عايزة أقول لكم حاجة على التخزين في الفريزر قبل ما أنسى، عشان ما أنساهاش، احنا قلنا ان احنا بنبطط الحاجات ونحطها، بس انا عايزاكي على الاقل كل شهر، مش لازم اقل من كده، كل شهر افرزي ايه اللي عندك في الفريزر، لان انت هتلاقي في حاجات انت ناسياها، مستحيل ما تنسيش، هتلاقي حاجات انت ناسياها، حاجات موجوده عندك انت مش عارفه انها موجوده عندك، كل في شهر بس افرزي شوفي ايه الحاجات الموجوده في الفريزر، هتلاقي في حاجات كتير انت ناسياها، كلنا بيحصل فينا كده. ادي الدقيق، وبالتالي طبعا مش بس الفريزر، لو انت عندك مخزن او دولاب خزين او اي حته بتخزني فيها لازم برضو تتفرز، قولي ده ممكن كل شهرين، بس الفريزر بالذات مش عارفه ليه بننسى الحاجات فيه. الدقيق، ادي السكر، عشان مش قدام العين فعلا. الخميره، هحط شويه ملح، شويه ملح صغيرين مش كتير، ومعلقتين زيت الزيتون، والميه. بسم الله، هحط نص كوبايه وابتدي اقلب، ميه دافيه طبعا علشان الخميره تتفاعل. الخميره بقى ساعات لما اروح نشتري الباكت بتاع الخميره بيبقى كبير وما بلحقش استعمله كله لو انا ما بعملش معجنات كتير، وبتبوظ عندي بقيه الخميره. طب اعمل ايه بقى؟ الخميره ما فيش تجيب على قدنا لان اغلب الباكيتات كبيره، احطها في الفريزر. الخميره من الحاجات حتى لو بتستعمل، يعني انا بعجن كتير عندي معجنات كتير بس انا برضو احطها في الفريزر، ما بحطهاش حتى في الثلاجه، بحطها في الفريزر علشان احفظها فبتقعد معايا كتير. والحاجات الجافه، الخميره الـ مش هقول دي، اي معلبات او حاجات جافه حتى لو هما مثلا كاتبين ان تاريخ انتهائها مثلا 1 يناير، اديها 3 اشهر بعد تاريخ الانتهاء، ما دام هي ناشفه حاجات جافه اديها 3 اشهر بعد تاريخ الانتهاء ممكن تستعمليها فيها، لكن لو حاجات طريه ما ينفعش نهائي. بصوا اهي، لازم بقى اعجنها كويس. انا افضل طريقه بعجن بيها ان انا باخد، علشان ما تعبش في العجينه، بعملها كده وهي كلها كوبايتين دقيق، وافضل اعجنها دقايق. استاذ عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ كنت عاوز اسال عن طريقه تخزين الكبده. ماشي، من عينيا الاثنين هقول لك. الكبده يا سيدي لو هي شرايح رفيعه
او كبده فراخ كده الماكسيمم شهرين. لو الكبده هتشيل الفص على بعضه يعني كبده عجل كبيره على بعضها ممكن تقعد لتلات اشهر، لكن لا زي الصور سوري زي الكبده اللي عندنا دي شهرين بالكتير، ما ينفعش اكتر من شهرين. كبده الفراخ هي الوحيده اللي لونها بيبقى مختلف، يعني الكبده الفراخ لما بتجيلي كذا لون ما خافش منها الا لو فيها لون قد قوي او غريب قوي، لان ده حسب العلف زي البيض كده، البيض الاحمر من الابيض ده بيبقى حسب العلف بتاع الفراخ. وبعدين بسيب العجينه تخمر، عشان كده كبده الفراخ ممكن لونها يبقى، بصوا حتى هنا دي لون ودي لون تاني خالص، فما قلقش من حاجه زي كده. المهم ان احنا قلنا نفرز الفريزر كل شهر علشان لو في عندي اي حاجات ما تبص عندي. وممكن حتى تكتبي عندك لو عندك نوتة للمطبخ، يعني دايما اعملي كده كراسة او نوتة للمطبخ. دايما في دايما اخر السنة في مواد للولاد الكراسات بتاعتها بيبقى مخلص نص الكراسة والنص التاني وما ينفعش استعمله بقى السنة الجاية مش هاخده، فانا بعمل ايه؟ باخد الكراسات دي بستعملها للبيت، للمطبخ اخلي واحده في المطبخ واحده قدام التلفزيون علشان ايه اكتب فيها حاجتي. فاللي موجود في الفريزر لو انت لقيتي ان في حاجات عندك انت كنت ناسيها اكتبيها في النوتة دي الصفحه الاخرانيه واكتبيها فيها خلاص. وهنيجي بقى دلوقتي نعمل العجينه بعد ما سبناها حواليكوا، احنا سبناها ساعه، خلينا نشيل ده ونوسع لنفسنا. معنا مين؟ اسماء. بسماء، بسمات، بسمات، صباح الخير يا حلوه. صباح الخير يا شيخ. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا. حبيبه قلبي ربنا يخليكي. اول مره اسمع اسمك. اسمك بسمات يعني جمع بسمه؟ حلو قوي. اكيد اسم على مسمى. الله يخليكي يا فندم. حبيبه قلبي عينيا ليكي. حضرتك انا بحبك جدا يا شيخ. حبيبتي ربنا يخليكي ليا يا قمر. حابه اشكرك واشكر الفريق اللي بيرد علينا، ناس محترمه جدا. حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. شكرا يا شيخ. حبيبه قلبي العفو يا روحي. صباح البسمات يا بسمات، اسمك حلو قوي مختلف. وسبحان الله بيقولوا ان كل واحد ليه نصيب من اسمه. هنيجي بقى نفرد العجينه. خلينا الاول نعمل الكبده علشان نبردها، لان اي عجينه لو انا حطيت عليها الحشوه سخنه ممكن تتقطع. فعلى ايه؟ ادي بصوا القناصه دخلت في السوا، هروح حاطه بسم الله الرحمن الرحيم الكبده بتاعتي. طبعا اكون منظفاها كويس ودعكاها بخل علشان تبقى نظيفه وما فيهاش اي زفاره، علشان الزفاره دي بتخلي ريحه الحاجه الواحد يكش منها. ودي برده من الحاجات اللي لازم تاخدي بالك منها، لان الواحد لو هو بياكل ونفسه عافت الاكل ما بتبقاش حاجه حلوه، يعني لازم اخد بالي. الاكله بتبقى حلوه قوي بس بشم ريحه فنفسي بتروح. عشان كده اهتمي بالفراخ واللحوم وخصوصا الكبده، القناصه، الحاجات دي، المخ، الكوارع لازم تتنضف كويس كويس جدا. كمان اهي هخليها تستوي شويه كمان، لان الكبده دي زي ما قلت لك تحوشي الكبد والقوانص او تشتريهم زي ما انت عايزه. المهم وممكن تتعمل على فكره بالقناصه والقلب بس، يعني ممكن الكبده تعملي بيها حاجه تانيه ودي تتعمل بالقوانص بتبقى حلوه جدا، وممكن بالقلب بتاع العجل، يعني ممكن تشتري قلب العجل وده ارخص حاجه اصلا بتتباع، القلب ويتعمل برده بالمنظر ده بتبقى حلوه جدا. خلاص هنخليها بقى ايه الكبده تستوي معاها ونكمل العجينه بتاعتنا. انا العجينه دي ممكن اعملها بطريقتين. طريقه ان انا افردها في صاج واقفل عليها زي الرغيف، وطريقه ان انا احطها افردها واحطها في طاجن او صينيه على قدها تبقى شكلها، يعني دي حلوه ودي حلوه. خلينا بصوا العجينه لازم تبقى ناعمه ازاي، خليني اشيل لك ده. ايوه اهو
العجينة هنخلي بقسمها اتنين طبعا عشان انا عايزة اعمل واحدة فوق واحدة تحت. بصوا ما شاء الله طرية، ولو خدتوا بالكم احنا حاطين دقيق تحتها عشان ما تلزقش. يا رانيا زي حضرتك، صباحك فل يا حلوة. صباح العسل، انا بحب حضرتك جدا. حبيبتي جدا. ربنا يخليكي، وانا بحبكم جدا جدا جدا. عينيا ليكي. ايه حياتي؟ استنى مرة اكلمك. حبيبتي شرفيني والله، ده شرف. انا امبارح حاولت ان انا اتصل على حضرتك كان الرقم مشغول معرفتش اوصل لك. معلش معلش يا حياتي، عينيا ليكي. عايزاني اقول لك على حاجة؟ انا بطمن عليك، انا بحب حضرتك حبيبتي جدا. حبيبتي يا رب يخليكي، تسلمي لي يا رب. ميرسي يا حياتي، تسلمي لي. مش عايزاني اقول لك اي حاجة؟ ربنا يعزك. حبيبتي حبيبتي تسلمي لي يا رب. ميرسي يا روحي. بصوا بقى اهي، من النص لبره، وبعدين هجيبها كده. العجينه علشان خمرت ساعه بقت حلوه. خدوا بالكم بقى في الخميره، خلينا نتكلم على كذا حاجه في الخميره بدل ما احنا بنتكلم على التخزين. الخميره لو متخزنه غلط العجينه مش هتنفش معايا وهتبقى ناشفه وبتشد. لازم اخزن الخميره صح عشان لو باظت هتبوظ لي الاكل. الفوتاجي انا كنت مغطيه بيها العجينه عشان ما تنشفش. برضو لازم اخد بالي ان عجينتي ما تنشفش علشان لو نشفت برضو الاكله مش هتبقى حلوه، فانا كده ببقى بوظتها. علشان كده لازم اخد بالي من تخزين الاكل عندي. مثلا احنا النهارده بنعمل قلنا الكبد والقوانص خزناها، وازاي نخزن اللحمه والفراخ. الخضار اخزن الخضار ازاي؟ اولا لو انا هشتري الحاجه فروزن من بره اخد بالي من حاجه. إيه لما اجي اشتري مثلا كيس خضار مجمده او كيس جبنه موتزاريلا مثلا اللي هي اكتر حاجه بنشتريها مجمد، لو الحاجه ماسكه في بعضها كده ما تشتريهاش. ليه؟ ده معناها ان هي فكت وجمدوها تاني. اشتري الحاجه اللوز اللي هي فكه من بعضها، يعني الكيس كده يبقى بيشخشخ جواه، لكن لما يبقى ماسك كله في بعضه ده معناه ان هو فك واتجمد تاني، وفك والجنب التاني ده بيبقى فيه فرصة انه يحصل سالمونيلا فيه. ناخد بالنا بقى من كده. عشان كده برضو في الفريزر عندنا الحاجة ما نفكهاش ونرجع نحطها في الفريزر تاني، علشان مثلا نفكها عشان ناخد منها. عشان كده بقولك الحاجة عمليها رفيعة علشان ما تضطريش انك تفكيها عشان تاخدي منها، لانك ممكن تحتاجي حاجة مش كل الكمية، عايزة كمية اقل، فبدل ما نفكها ونجمدها ونعرضها انها تبوظ، احنا من الاول يا اما نقطعها في كياس حاجات صغيره، يا اما اقول لك على فكره تانية. لو انا ما عنديش كياس صغيره، ما عنديش كياس كتير، عايزه اعمل حاجه، انا بعمل حاجه سهله جدا. بجيب الكيس النايلون بتاع السندوتشات الكبير لو انا ما عنديش صغير، واروح حاطه شويه فيه وربطاه، وبعد كده احط شويه تانيين واربطه، بيبقى ربع ربطات 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 كده خلاص في كيس واحد، واحطه في الفريزر. لما احتاج حاجه بروح اقص اول كوره واخدها. فهمتوني؟ يعني دي طريقة علشان الحاجة، يعني مثلا أنا عندي لحمة مثلا مكعبات لحمة كيلو كيلو ونص، مش عايز ما عنديش غير كيس واحد مثلا، مش عايز أحطها كلها على بعضها أنا نفر أو نفرين، عايز أخد كمية صغيرة. لحمة مفرومة نفس الكلام، هي شوية ورابطة شوية ورابطة، وأربط بعدها الكيس لغاية ما على قد الكيس، لغاية ما الكيس يخلص خالص واروح حطاها كور كده واطلعها. حاولوا انكم يا اما تبططوها على الاخر، انكم ما تطلعوش الحاجه وترجعوا تاني تفرزوها، عشان دي بتبوظ. خصوصا بقى اللحوم البروتين صعب قوي قوي ان انتوا تعيدوا تاني تفريزه. البروتين بقى النباتي اللي هي البقول دي لازم ناخد بالنا منها. ومن بصوا انا مش هفرد العجينه اكتر من كده لان الكبده والقوناصه لسه. خلينا نتكلم ليه بقى، عارفين ليه؟ علشان انا عايزاهم يبردوا دلوقتي. بصوا خلاص كده الكبده كفايه. انا عايزه اقول لكم على حاجتين هتكلم فيهم، فكروني لو نسيت. ازاي اخزن الفواكه وازاي اخزنها بره الثلاجه، والتفريز سوري تخزين البقول، وعلشان السوس. السوس ده فيه كذا حاجه عايزه اتكلم فيها. هحط النشا مع اللبن، لو فاكرين في المقادير معايا نشا ولبن. البقول فول حمص فاصوليا بيضه لوبيا
كل البقول دي، البقول دي ساعات بتسوس. السوس ده مش حاجة سهلة ومش حاجة حلوة، والسوس ده ممكن برضو الواحد لو أكل الحاجات المسوسة يحصل له مشكلة. فأنا هقول لكم إيه اللي تستعملوه وإيه اللي ما تستعملوهوش. بصوا آدي النشا باللبن، بسم الله، وأروح حاطاه عشان يعمل لي صوص تخين تقيل. بصوا أهي تقل، شايفين أهو خلاص. بصوا ادي هحطها بقى في طبق عشان تبرد، عشان لما ارجع نحشي بيها الفطيره تكون بردت. لكن لو دلوقتي على النار، انا هشيلها من على النار واحطها في بوله تبرد فيها اهي علشان ما تبوظليش العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا ممكن نحطها في حاجه فلات برده بطاطا عشان تبرد اسرع. بصوا اهي، بصوا اهي، هروح بقى الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، هنعمل بقى ايه الفطيره. احنا بصوا انا فردت الصوص الكبده بالصوص دي علشان تبرد خالص اهي اهي، فردناها كده. هاجي انا افرد بقى العجينه الثانيه، عايزه شويه دقيق اهي، هاخد من ده علشان يبقى سهل عليا فردها. على فكره الدقيق برضو لما يتخزن كتير، الناس مثلا اللي بتجيب الدقيق بالشوال او اللي بيشتغلوا في الحلويات او المعجنات سوري المخبوزات، عندهم بيبقى كميات دقيق كبيره، فالدقيق ده عشان تخزنيه من غير ما يجيله سوس حطي فيه اعشاب عطريه، يعني ورق لورا، مراميه، اي اعشاب عطريه. مش هقول لك بقى فلفل اسود لان صعب انك تشيليه من الدقيق، الفلفل الاسود بيتحط في حاجات ثانيه. اي حاجه ريحتها نفاذه بتبعد الحشرات، سواء سوس سواء عت حتى في الهدوم، ودي هنبقى ناخد لها حلقه لوحدها. الاعشاب العطريه او الاعشاب اللي ريحتها نفاذه دايما بتبعد اي حشرات. بس ساعات مثلا، بص انا بفرد الاول الاثنين، ساعات مثلا الاقي اجي افتح الفاصوليا، علبه الفاصوليا الاقيها فيها سوس. لو خلينا نفرد وهقول لكم ايه الشروط اللي استعملها ولا ما استعملهاش. انا هعملها من غير الطبق، قررت. لو السوس واكل من الفاصوليا، يعني متاكله كده فيها خروم، دي مش كويس انك تاكليها، دي ما تاكليهاش ارميها. لكن لو السوس على الوش بس كده ولسه ما اكلش منها، يعني لسه ما اتخرمتش، دي ممكن تستعمليها. بس هتستعمليها ازاي؟ هتشيلي السوس منها ازاي؟ هقول لك بقى. ميرسي. هتفرديها في صينيه وهتطلعيها في الشمس، هتسيبيها يوم في الشمس، الشمس هتخلي السوس يطلع منها، وهتنخليها بالمنخل كويس جدا عشان تتخلصي من اي سوس فيها. تاني، ده لو مش متخرمه، لكن لو اتخرمت مش هينفع، خلاص السوس دخل جواها مش هتعرفي تشيليه نهائي مهما طلع، ما ينفعش انها تتاكل. طب انا احفظها ازاي علشان ما يحصلش كده اصلا، يعني علشان ما يجيلهاش سوس؟ البقول والتوابل وكل الحاجات دي لازم ابعدها عن الرطوبه. بصوا انا بفرد وبسيب حوالي 2 سنتي كده الطرف ما يكونش عليه، علشان علشان اعرف الزق العجنتين في بعض. شايفين الحلاوه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ودي بقى افردها شويه كمان علشان تبقى كبيره. يبقى انا افرد انا اخزن البقول في مكان مظلم، يعني ما فيهوش اضاءه، ما فيهوش رطوبه، ما فيش حراره عاليه. ما ينفعش مثلا اجي الدولاب الجنب البوتاجاز
واروح حاطه فيه البهارات زي اغلب الناس ما بتعمل، ما ينفعش، لان هي بتبوظ بالحراره وبتبوظ بالرطوبه. ما هي النار برضو دي هتعمل، هتخلي البخار بقى بتاع الاكل الجو رطب. احط الحاجات دي في دولاب بعيد عن البوتاجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. بعيد عن الرطوبه، بعيد عن الحراره، بعيد عن الضوء، علشان تعيش اكتر. خلاص ادي الفطيره بتاعتنا، حطينا الطبقه الثانيه على الاولانيه، واروح ايوه. وبصوا بعمل ايه، بروح لازقه الاثنين مع بعض. العجينه ما شاء الله طريه اهي وحلوه معايا اهو كده. بروح عاملاها كده. عندي بيضايه ادهن الوش بيها، اوكي. ما عنديش، ممكن شويه زيت بسيطه علشان بس اللون ما تبقى، يعني ممكن تستوي تبقى بيضه عشان ياخد لون ذهبي. هوريكم دلوقتي نعمل ايه. ولو عملت كده فتحه، لا ما تسيبيهاش كده، لازم تتقفل. اوكي هطلع بقى دلوقتي الفاصل وهرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. احنا كنا وصلنا لغايه لما قفلنا الفطيره، دهنا وشها. هنحط بس شويه حبه البركه. انتوا لو تعرفوا فايده حبه البركه دي، كنتوا حطيتوها في الاكل كله. وشويه سمسم. بجد اسمع لو سمحت كده اهو اهي. وبدخلها الفرن لغايه لما تستوي. بصوا اهي، ايوه شايفين الجمال ده، هي نيه وحلوه. وادي بقى وهي مستويه، شايفين الحلاوه؟ مفيش بعد كده. الرغيف ده او الفطيره دي بجد من الحاجات الحلوه جدا جدا. وجبه متكامله مع طبق سلطه، مش محتاجه اكتر من كده خالص. حلوه جدا. لمينا يعني لو جبتي فرختين الكبد والقوانص بتاعت فرختين، تعمل لك فطيره كبيره كده حلوه زي الفل. عايزه بس اكمل بقى على السوس علشان ايه، تخزين البقول. سواء البقول او البهارات لما اجي اخزنها، احنا قلنا تبقى في دولاب مقفول ضلمه، ما يبقاش فيه رطوبه. يعني ما ينفعش جنب البوتاجاز، ما ينفعش جنب الحوض، الحاجات اللي فيها ميه وبلل ما فيش داعي منها. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان العلبه بتاعتها ما تبقاش جامده، لازم يبقى حاجه محكمه، برطمان محكم، علبه صفيح محكمه. العلب الصفيح على فكره من الحاجات الحلوه جدا لتخزين البهارات ولتخزين البقول. لو عارفين زمان الصاج، الحاجات الصاج بتاعت زمان دي، والله حاجه زمان دي هي احسن حاجه. تقفليها جامده بحيث تبقى محكمه، ما يخشش اي هوا ليها، ده هيخليها تعيش معاكي اكتر وتتخلصي من السوس. بس السوس فيه حاجه على فكره، انت لو عندك برطمان فيه سوس لازم تفضي الدرج كله او الرف كله، لان هتلاقي في حاجات تانية. انا مش عارفه ازاي الحاجات مقفوله وممكن يجيها سوس تلاقوه في حته تانية، فلازم تفضي الرف كله وتغسليه كويس جدا وتسيبيه متهول تاني يوم، وتكشفي على كل البرطمانات اللي موجوده حوالين البرطمان اللي فيه سوس، عشان ممكن جدا وده احتمال كبير يبقى فيها سوس. ناخد بالنا لازم تتخلصي منه تماما. لو اكياس لازم الاكياس تتفرغ، يعني لو انت حاطه مثلا الحبوب دي في كيس فضيها وارمي الكيس وحطيها في كيس نضيف تاني حتى لو ما لقيتيش فيها سوس، علشان تتخلصي منه. لان التخلص من السوس زي التخلص من العته، بيطلع الروح. فلازم تعملي خطوات جد ومن جدرها، يعني كل الرف كل الدرج، علشان تتخلصي منه بطريقه نهائيه. عايزه اقول لكم حاجه كمان، واحنا كنا بنتكلم عن تخزين الخضار، طبعا هو مفيش وقت ان انا اتكلم عن حاجات تانية كتير. ما تحطيش البصل جنب البطاطس. الترولي بتاع البصل اللي في المطبخ الرفوف دي، حطي البصل لوحده والبطاطس لوحدها، بيطلعوا الاثنين غازات بتتعارض مع بعض. يعني هتلاقي لو هما الاثنين في درج واحد او في رف واحد، الاثنين باظوا بسرعه. البصل طري والبطاطس زرعت واخضرت. وعلى فكره البطاطس لما بتخضر دي بتبقى غلط انها تتاكل،
خدي بالك من كده. لو زرعت بسيط قوي شيلي الزرعه دي، لكن لو زرعت قوي طبعا ارميها، ما ينفعش تتاكل. ولو لونها اتغير من جوه، يعني لو فتحت بطاطسايه لقيت فيها لون، دي انت ترمي. اي لون بني، لون ازرق، لون اخضر، ده معناه ان هي باظت ما تتاكلش. فلازم اخزنها صح، احط بطاطس لوحدها في حته فيها هواء، يعني احنا بنقول البقول نقفل عليها محكمه، لا البطاطس لا، لازم تبقى في هواء. البطاطس، البصل، الثوم، الحاجات دي لازم هواء متجدد، يعني الدرج ما يبقاش درج مقفول، يبقى الترولي بتاع الخضار، او هتحطيهم في سبت او صينيه فوق رخامه المطبخ على جنب، لا وبرده بعيد عن الرطوبه، ما ينفعش انه يبقى في حاجه مقفوله. عملنا النهارده فطيره بالكبد والقوانص، حلوه جدا مقاديرها. الحشوه بتاعتي استعملت كبد وقوانص، بصلتين، ثوم، وحطينا فلفل رومي وفلفل حراق، معلقه نشا، ونص كوبايه لبن، وبهارات وبابريكا. العجينه بتاعت الفطيره نفسها استعملنا فيها كوبايتين دقيق، معلقه خميره، زيت زيتون معلقتين، رشه ملح، معلقه صغيره سكر، سمسم، وحبه البركه بس. وعملنا لها عجنا العجينه، قسمناها اتنين وسبناها تخمر، وعملنا الفطيره الحلوه دي. ممكن نعملها باللحمه المعصجه، ممكن نعملها باي حاجه موجوده عندك في البيت، ممكن تعمليها بالخضار بس من غير اي لحوم، خضار بالطريقه دي، وبتبقى حلوه جدا. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، ان شاء الله لينا حلقات كتير. اشوفكم على خير.